اختار الله سبحانه وتعالى لكتابه اسما لم يكن على مألوف العرب، ولم يكن ليجري على ألسنتهم جملة وتفصيلا، وحملت تلك الأسماء جملة من أسرار التسمية وموارد الاشتقاق. ولقد اشتهر من الأسماء التي اختارها جل شأنه الكتاب والقرآن، وفي تسميته بالكتاب تنويه إلى جمعه في السطور، فالكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ، وفي تسميته بالقرآن إيماءة إلى حفظه في الصدور، فالقرآن مصدر القراءة وفي القراءة استذكار. وهذا الوحي العربي قد كتب له من العناية والحرص ما جعله في مأمن وحرز ونجوة من عبث العابثين وتلاعب المحرفين، ولم ينقل كغيره من الكتب بالكتابة وحدها ولا بالحفظ وحده، بل وافقت كتابته تواتر إسناده. لقد وردت كلمة الكتاب في كلام الله سبحانه في قرآنه العظيم 230 مرة. قال تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ووردت كلمة القرآن في كلامه سبحانه وتعالى 70 مرة. قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن عليم حكيم. وقال أيضا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. إن كلمتي الكتاب والقرآن تعودان إلى أصل آرامي، فالكتابة في الآرامية بمعنى رسم الحروف، والقراءة بمعنى التلاوة. وهذا يدل على امتياز الوحي بازدواجية الكتابة والقراءة في حفظ كلام الله سبحانه المنقوش في السطور المحفوظ المجموع في الصدور. لقد غلب لفظ القرآن على الكتاب وغيره من فرقان وذكر وتنزيل، وما ورد عن الزركشي في تعداد أسماء القرآن إذ بلغت 55 اسما، لأن كلمة القرآن أصبحت علما شخصيا للكتاب العظيم. ولا بد أن نقف عندها لنعرف مصدر اشتقاقها، ونردها إلى اللغة السامية الأم، ونطلع على الألفاظ المشابهة لذات المعنى. لقد ذهب العلماء في لفظ القرآن مذاهب شتى، فبعضهم يراه مهموزا وبعضهم غير مهموز كالشافعي والفراء والأشعري. فالقرآن عند الشافعي لم يؤخذ من قرأت، ولكنه اسم خاص للقرآن مثل التوراة والإنجيل. وعند الفراء مشتق من القرائن جمع قرينة، لأن آياته يشبه بعضها بعضا. وعند الأشعري مشتق من قرن الشيء بالشيء إذا ضمه، لأن السور والآيات يضم بعضها بعضا. وممن رأى أن لفظ القرآن مهموز الزجاج واللحيان وجماعة غيرهم.
يقول زجاج: لفظ القرآن مهموز على وزن فعلان، مشتق من القرء بمعنى الجمع. ويقول لحياني: إنه مصدر مهموز بوزن الغفران، مشتق من قرأ بمعنى تلا. ورأي لحياني هو الصائب، فالقرآن مصدر القراءة. قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولقد عرف العرب لفظ قرأ، ولكنهم استخدموه بغير معنى التلاوة، فقولهم: الناقة لم تقرأ، أي لم تحمل ولم تلد ولدا. وأما قرأ بمعنى تلا، فقد أخذها عرب الجزيرة عن الآرامية وتداولوها، والآرامية تركت في العربية آثارا وألفاظا لا تنكر. لقد كانت الآرامية في الألف الأول قبل ميلاد السيد المسيح لغة التجارة والدبلوماسية، وكان للآراميين دور فريد في الثقافة في بلاد الشرق القديم، ولغتهم أوسع اللغات انتشاراً، وقد أصبح لها مع الزمن مجموعة من اللهجات، منها الإمبراطورية الدولية التي سادت في الإمبراطورية الآشورية، ثم البابلية الجديدة، الكلدانية والفارسية، وآرامية العهد القديم في التوراة، والآرامية الفلسطينية المسيحية، والآرامية السامرية، والآرامية البابلية التي كتب بها التلمود البابلي، والآرامية النبطية، والآرامية التدمرية، وآرامية كتابات الحضر. وبفضل الآراميين أيضاً انتشرت كتابات الأبجدية الفينيقية الكنعانية، وفي الإمبراطورية الرومانية الشرقية كانت الآرامية بجانب اليونانية، وفي بلاد فارس كانت الآرامية اللغة الرسمية في العهد الإخميني. وفي العصر الساساني استعار الفرس الكتابة الآرامية لكتابة لسانهم البهلوي، وكانوا يكتبون الكلمات بالآرامية ويلفظونها بالفارسية. ولم تزل الآرامية حية حتى اليوم، وهي سريانية العامية، وهي غير مكتوبة، ويتكلمها سكان قرى معلولة وجبعدين وبخعة قرب مدينة دمشق. لقد قدم الآراميون إلى سوريا من الجزيرة العربية حوالي الألف الثاني قبل الميلاد، واستقروا فيما بين دمشق وجبال طروس، وأسسوا عددا من الممالك، منها مملكة دمشق وهي أقوى الممالك، ومملكة صوبة في البقاع، ومملكة حماة، وغيرها. إن ظهور الآراميين على مسرح التاريخ قبل الإسلام كان له الأثر الأكبر في توحيد المنطقة العربية حضاريا، لغة وفنا وفكرة. ولم يدرس تاريخهم حتى يومنا هذا من خلال الوثائق، والوثائق توضح الجوانب المظلمة من تاريخنا الحضاري الذي سبق الإسلام. وإن معظم من كتب وأرخ للآراميين اعتمد في كتابته على مصدرين رئيسين، هما التوراة والمصادر الآشورية. وكتاب التوراة والكتاب الآشوريون ألد أعداء الآراميين. إن اعتماد التوراة مصدرا تاريخيا سليما هو من أخطر المخاطر، فأحداثه دونت بعد زمن وقوعها وفي وقت متأخر جدا،
وما ورد فيه من نصوص هو وصف لجوانب عدة من تراث منطقتنا العربية قبل الميلاد، وهو جزء من تراثنا القديم، فلا بد من التمحيص والتدقيق فيما ورد فيه. ولا بد أن نعلم أن صلات اليهود القديمة مغرقة في العداء للآراميين، ونشبت بين الطرفين معارك عسكرية طاحنة، وتزعمت مملكة دمشق الدفاع عن الأراضي السورية، وألحقت الهزيمة بمملكة إسرائيل في عهد الملك الآرامي حزائيل. لقد قدم الآراميون أعظم إنجاز في بناء صرح الحضارة العربية قبل الإسلام، وتمثل هذا الإنجاز في لغتهم التي غزت أقاليم المنطقة العربية في غرب آسيا وفي مصر أيضا، ممهدة في ذلك إلى انتشار اللغة العربية. إن تداول العرب قبل الإسلام في الجزيرة للألفاظ الآرامية ومعانيها لدليل على غنى الآرامية، وعلى أن حكمة الله سبحانه وتعالى قد هيأت الآرامية والأنباطية تمهيدا لكتابه العزيز. ولئن استعمل العرب لفظ قرأ الآرامي بمعنى تلا، فإن استعمله في تسمية الكتاب العظيم لكاف لأن يجعله عربي الجذر والنشأة. ومن أسماء القرآن العظيم الفرقان، قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولفظ الفرقان في الأصل آرامي، وتفيد مادته معنى التفرقة، كأن في التسمية إشعارا بتفرقة هذا الكتاب بين الحق والباطل. ومن أسماء القرآن العظيم أيضا الذكر، قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. ولفظ الذكر عربي خالص معناه شرف. ومنه قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. ومنها التنزيل، وإنه لتنزيل رب العالمين، وهو عربي خالص. هذه الأسماء هي الشائعة المشهورة للقرآن العظيم. والقرآن العظيم هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتلاوته. شاءت الحكمة الإلهية أن يظل الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة بعثته، يعلمه في كل مرة شيئا جديدا، ويرشده ويهديه، ويثبته ويزيده اطمئنانا. وكان مظهر هذا التجاوب نزوله منجما بحسب الحاجة، 5 آيات و10 آيات وأكثر وأقل. ولذلك قسم القرآن كما شاهدنا في الجزء الأول من هذا البرنامج إلى تخميس وتعشير، ووضعت علامات لذلك. وقد صح نزول 10 آيات في قصة الإفك جملة واحدة، وصح نزول 10 آيات من أول سورة المؤمنين جملة واحدة، وصح نزول غير أولي الضرر وحدها وهي بعض آية، وهي في سورة النساء في الآية 95 في قوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. بهذا الشكل وبهذه الطريقة
ظل القرآن العظيم ينزل نجوماً ليقرأه النبي صلى الله عليه وسلم على مكف، ويقرأه الصحابة شيئاً بعد شيء، يتدرج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفردية والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال 23 عاماً. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63. بدأ نزول القرآن العظيم في رمضان في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك منجما في أوقات مختلفة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس، وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن نزول القرآن العظيم تدرجا كان مثار اعتراض المشركين الذين ألفوا وتعودوا أن يسمعوا القصيدة الشعرية جملة واحدة. وسمع بعضهم من اليهود أن التوراة نزلت جملة واحدة، فأخذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوما، وودوا لو ينزل كله مرة واحدة. وقد ذكر الله اعتراضهم في سورة الفرقان ورد عليه. وقد ذكر الله اعتراضهم في سورة الفرقان ورد عليه. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.